لأنه لا يمكن أن تنشئ دولة إذا كان يعني أنت تحاول أن تحافظ على مشروع حكم. أنا أعتقد أنه مشروع الحكم يتناقض مع مشروع الدولة. و يعني أقول لك يمكن نستبق الحدث قليلا، لأن أنا أعتقد أنه لا تنمية بدون مشروع دولة، وأنه مشروع الحكم يتناقض مع مشروع التنمية. أنا قرأت لي شيء 4000-5000 صفحة لمحاولة تفسير ماذا يحدث في الوطن العربي، وذهبت في التاريخ، وأنا أكره التاريخ يعني ما أحب قراءة التاريخ، لكن 400 سنة لأجيب على سؤال: لماذا حدث ما حدث؟ لماذا تقصد الربيع العربي؟ الربيع العربي، لماذا يسقط الاتحاد السوفيتي البلد العظيم ولا تسقط الولايات المتحدة؟ لماذا يسقط الاتحاد اليوغوسلافي ولا تسقط بريطانيا العظمى؟ لماذا تتفكك تشيكوسلوفاكيا إلى تشيكوسلوفاكيا ويتحد ألمانيا الشرقية والغربية؟ لماذا يتوق الكوريين الشماليين للذهاب إلى كوريا الجنوبية؟ لماذا ولماذا؟ إجابات كانت في النهاية محددة. قمت بدراسة تاريخ الثورات في العالم، ووجدت أنه فقط 3 ثورات في العالم هي الثورات التي أسست لمشروع الدولة، وهي التي بقت من ذاك التاريخ حتى الآن، تحديدا البريطانية، ثورة البرلمان البريطاني 1641 إلى ما بعد، الثورة الأمريكية 1776، والثورة الفرنسية 1889. هذه ثورات على ماذا نشأت؟ ترى على يعني شعار واحد: السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. لذلك أنشأت نظام تقسيم السلطات مع توازنها، أو دولة المؤسسات. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الحكم مجرد إدارة ومؤقت، بينما الدولة دائمة. لذلك مشروعات الدولة 3 استمرت حتى الآن. كل ما نشأ بعدها من الثورة البلشفية سنة 1917 إلى ما بعد انحراف الثورة التركية، إلى انحراف الثورة الصينية، إلى كل الانقلابات أو الثورات العربية اللي صارت، إلى كل منظومة الدول الاشتراكية، لذلك تجدها تساقطت واحدة وراء الأخرى. بينما الثورات الحقيقية التي أنشأت مشروع دولة على حساب مشروع الحكم هي الثورات التي بقت، هي الدول التي بقت، وهي التي نجحت في مشروع التنمية وفاقت العالم. وماذا عن الصين أبو عبد الله؟ الصين، خل أعطيك مثال، يعني قرأت بالتجربة الصينية قراءة طويلة. الصين، تذكر الصين بعد الثورة الثقافية وبعدين اللي يسمونهم عصابة الأربعة، زوجة ماو والأربعة، أرادوا أن يعيدوا الصين إلى الوراء، إلى النقاء كحكم، إلى النقاء الثوري، مشروع الحكم ماو سنة 49. لما يهي ساوبينغ في سنة بالسبعينات أو آخر السبعينات، قاد ثورة مضادة واعتقلهم وأعدمهم. ماذا فعل؟ هنا يعني أغرب شيء حدث. سنة 79 قرروا هي ساوبينغ وجماعته أنه العالم الاشتراكي ساقط لا محالة، الاتحاد السوفيتي، كل دول منظومة، فحول 180 درجة، حول مشروع الدولة الاقتصادي إلى نظام السوق، بينما بقت مركزية السياسة. الصين تجاوزت كل آلام دكتاتورية سياسية نتيجة نجاحها المذهل الاقتصادي، تحولت من اقتصاد مريض الناس يبيعوا أولادهم عشان يأكلون إلى ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في يونيو 2010. حجم اقتصادها تضاعف 15 مرة ما بين 1989 و 2010، وبالتالي نجحت في خلق معجزة اقتصادية أدت إلى تأجيل ديمقراطية سياسية. لكن الصين لا محالة بالقادم من الزمن، 10 سنوات من الزمن، ستأتي إلى الديمقراطية السياسية، لأن في النهاية هؤلاء سيكونوا دافعي ضرائب، وهؤلاء يريدوا مشاركة في الحكم مدام دافعي ضرائب. وبالتالي رغم ترى أن الحزب الشيوعي الصيني مختلف عن كل أحزاب السياسية، لا طريقة الخاصة يعني مختلفة، ديمقراطي، نعم عادل. وبالتالي الصين تمثل تجربة الاستثناء، لكن هي حتماً ستتغير، حتماً ستتغير إلى الديمقراطية السياسية تبعاً للديمقراطية الاقتصادية. جميل، نعود إلى شأن داخلي، مع المعلومات هذه جداً قيمة يعني.